ايوه بص، احنا راقبناهم من لحظه خروجهم من هنا ومحددين الاماكن اللي مخبيين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا. اعتبره حصل يا بص. بنت يا دين، انت بتحبي ولا ايه؟ سرحانه في ايه؟ سرحانه في عمي وابن عمي. يا ترى بيعملوا ايه دلوقتي؟ خرب بيت عجل، لسه بتفكري فيهم؟ مش عمك ده اللي كان حجك؟ اللي رماكي حته لحمه طريه في مصر ما اعرفش عنها اي حاجه؟ ولا بيسال عليك حتى بالتليفون؟ ما يولع بجاز وسخ. هموت هموت واشوف شكلهم عامل ازاي دلوقتي. عايز اعرف رد فعلهم ايه. نفسي تنسيهم يا دين، نسيهم زي ما نسيت اهلي في الصعيد عشان خاطر ما تفكريش. انا اسف. فلوسك ايه النظام؟ هتيجوا تاني. الشباب يا بص عرفت غلطها خلاص وجايين يقولوا لك احنا اسفين يا ريس، احنا بجد اسفين يا ريس. عارفوا ان محدش ينفع يقول لبابا لا، محدش ينفع يقول لبابا لا. وحضرتك عرفتش الشباب بقى يا ريس، من هنا ورايح احنا رجالتك، رجالتك اللي تحت ايدك ووقت ما انت تؤمر يا ريس. اصل مفيش حد عاقل يرفض مليون جنيه. اسمع يا كبير، احنا لولا الحوجه الفلوس ما كناش جينا. احنا مش كده، احنا عايزين نفهم سيادتك يعني ان احنا ولاد اصول، السرقه مش بتجري في دمنا. يعني الملف ده فيه كل شيء عن تفاصيل العمليه ومكان اللوحه كمان. يلا وروني شطارتكم. رجالتك يا ريس وولادك قبل اي حاجه يا ريس. عيل واطي ومنافق. شوف يا شاكر بيه،
انت ليك عندنا لوحه واحنا لينا عندك فلوس، هنجيب لك اللوحه هناخد الفلوس وده اخر الكلام. يلا بينا يا شباب. يلا. ما هو انا لازم اعرف انت وشله المقاطيع ده كنتوا بتقولوا ايه قبل ما ادخل عليكم؟ ما كناش بنقول حاجه. لا كنتوا بتقولوا. ايوه يا ست كنا بنقول، بس كلام مالكيش فيه خلاص. لا ليا فيه يا عنيا، طالما تعرف عني كل حاجه يبقى ليا فيه. بقول لك يا سوسو، انا دماغي فيها اللي مكفيها، انزلي بقى من على ودني. شكلكوا كده بتتكلموا في فلوس، عاملين تدبروا وتخططوا، عاملين زي العصابات بتوع بره. لؤي انتوا بتسرقوا؟ بنسرق ايه يا بت؟ الله يخرب بيتك اسكتي. قطع دراعي ده انكم بتسرقوا. بنسرق ايه؟ هتحبسينا شكلك. يا حبيبي ده انا مراتك، يعني ستر وغطى عليك. لو بتسرقوا قولي، اهو تدخلني معاك في مصلحه كويسه، هطلع لي برشين حلوين. مصلحه ايه بس؟ مصلحه ايه بس؟ كده؟ طب نزلني هنا. انزلك فين يا بنت المجنون انت؟ بقولك نزلني هنا، طالما بتخبي عليا يبقى ما ينفعش نعيش مع بعض يا عنيا. خلاص يا سوس اسكتي اسكتي. ايوه يا ستي بنسرق، ارتحتي بقى دلوقتي؟ انا رخرة كنت بقول كده، امال ايه مش بنسرق دي؟ هو احنا مش بنسرق بمعنى بنسرق يعني؟ امال ايه؟ بنحسن دخلنا. قلتلي مبسوطة يا حبيبتي معايا؟ طبعا، بس انا عايزاك ترجع زي زمان، ماجد الرومانسي الحبوب حبيبتي. اه طب ما انا حبوب، حبوب قوي كمان. مش قصدي اللي في دماغك، انت بقالك فترة طويلة قوي ما قلتليش ولا كلمة حلوة. من بعد ما اتجوزنا حتى ما قلتليش كلمة بحبك، ايه يعني؟ مفيش أي كلمة ناعمة؟ في يا ستي كل حاجة، بس انت اعملي اللي أنا عايزه. اللي هو ايه؟ الواد هيثم، عايزك تقطعي علاقتك بيه، مش عايزك تكلميه في تليفونات، مش عايزك تتعاملي معاه، مش عايزك حتى تشتغلي معاه. اوكي، بس انا كمان عندي نفس الشرط. ايه؟ البت الجربوعه اللي اسمها نوره دي بتضحك على ايه؟ جربوعه شكلها وحش، مش هترد على تليفوناتها، مش هتشوفها ومش هتشتغل معايا. حاضر يا ستي، لو ده طلبك يعني غيرانه. حاضر. يا سلام. غيرانه؟ غيران مين؟ دي جربوعه وشكلها وحش. انا ياسمينه، وبعدين كمان مش هتنتج لها الالبوم بتاعها. حاضر يا ستي، اموري. انا ممكن اوافق انك تنتج لاي حد، بس يا ماجد اختار، وانت كمان تعرف تختار. اختار نجمه يعني زي ياسمينة كده. حلو كده تيرارارارا. ليه حسن؟ لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. اه شيرين، شيرين اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي ده تليفون البيت. الو يا مامي. لا يا حبيبتي، لا كنت نايم شوية. حاضر ماشي هاجي. اصل مامي هاجي، هقوم الم شوية هدوم كده واجيلك. خلاص يا مامي جاي، باي. سلام. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي، عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي، جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ اروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي، الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي، ما تعدلتي يا بعيده، مالك فيكي؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام خلاص؟ يا بنتي ما تخافيش، مش هتاخر عليكي، كلها يومين اظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عاجبك الكحراطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي اما اشوف اخره اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبه الاسم؟ مش رايح، روحي له انت. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟
وانا ليه حد غيرك يا اخويا والنبي تيجي معايا. يا زينه بقى يا زينه، وعهد الله يا زينه اخوكي حب الحبس، عاشق الزنزانه يا زينه، كل اسبوع يتحبس مرتين وانت دايره لي زي النحله وراه. روحي بقى يا حلوه بعسلك لاخوكي وسيبيني انا اجري ولا اكل عيش. اوعي يا زينه، اوعي روحي، اوعي حبيبتي، يلا سلام. ماشي يا طارق، ماشي. لؤي شيرو حبيبي. هاي ازيك شيرو؟ تمام حبيبي لؤي. مامي واخيرا اخيرا جيت بيتك. بيتي؟ اه طبعا، البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي، واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل انت يا سكر انت يا طعم. يلا كفايه كده دلع، تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. انت اللي عاملاها لماما؟ اه طبعا. يبقى كده اومليت ولد. تعال المكان هنا امان. ايه اللي انت بتعملي ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم اضيع. تقوم تقوم الطلبه انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات. ايه يا خالد، انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد و100 واحد زي خالد سعيد؟ البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه. احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوتك. علي النعمه كلامك بيعجبني بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير. البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طالبة زينة. النبي استنى، يا ربنا ينصرك. عامل ايه بس شوي؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا زفت زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المرة دي يا زينة. هتخرج منها بعون الله زي كل مرة. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتبعت، واللي باعني مين؟ البيج بوتس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينة. انا اتأكدت من الحكاية دي بجد وربنا؟ اه بس وحياة ديني ما حسيبه، وما حسيب اي حد اتأمر عليا. اسمعي، الوقت طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي ماشي يا طالع، خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشدلك محامي يا طالبة، وهجيلك على النيابة. ما تقلقش انا في ظهرك طالبة، هجيلك على النيابة يا طالبة. ما تقلقش زين اختك في ظهرك. وسايباني في الشارع من غير فلوس ولا مأوى. يا لؤي، ده مبرر عشان تسرقني؟ انا ما اسرقكيش، دي فلوسي دي حاجتي وحاجة ابويا، فاهم ولا لا؟ باباك باباك ما تلحق باباك يا حرامي يا حرامي. افرض انها حاجة باباك، افرض تيجي تطلبها مني هديهالك. اوعي من قدامي، اوعي من قدامي. كذبة، انت وباباك يا حرامي. سيبيني، هات اللي في ايدك. سيبيني هاخدها، هات اللي في ايدك. خديها خديها، مش عايز منكم حاجة. عايز تمشي امشي، بتهددني؟ انا برضك مش عايزاك في بيتي. انت محسنة انا بقولك كلها، خليني قاعد معاكي. في ايه يا مامي؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالي شوفي اخوك الحرامي في 60 داهية. الولد اللي يسرق امه ما يستاهلش خالص شفقة امه. استريحت؟ فتحتني قدام جوزي؟ احسن، خليه يعرفنا على حياتنا. لؤي يا حبيبي، لو عايز فلوس خد خد اللي انت عاوزه. خلي فلوسك معاك، انا مش حدش منك. مش كفايه اللي عملته فيا؟ وسع. ايه
ايه ده حبيبتي؟ انت بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف بحضر هدومي عشان مسافر. مسافر فين؟ رايحه اليونان. طب ما قلتليش ليه عشان اجي شنطتي. مش هينفع تيجي معايا يا حبيبي. نعم، وانت رايحه تعملي ايه بالظبط؟ رايحه شغل. شغل ايه؟ ما انا جوزك يعني مدير اعمالك، يعني عارف كل شغلك. شغل ايه ده؟ لا ما مش هينفع تعرف كل حاجه عني. نعم، بتقولي ايه؟ بص يا حبيبي، انا هتفق معاك على اتفاق جديد. لا انت تسالني رايحه فين ولا جايه منين، ولا انا هسالك انت رايح فين ولا جايه منين. دي لي يا روحي. جمعتكم النهارده عشان نتكلم في المرحله الجديده وازاي هنشتغل فيها. اول حاجه احنا هنقلل وجود الحشيش خالص في البلد وهنرفع سعره، والحاجه الثانيه بقى هننشر البودره ونقلل في سعرها، وده طبعا هيحتاج لحاجات كتيره هكلمكم عليها دلوقتي. اولها طبعا انا اسافر اجيب البودره من بره في الشنط بتاعتي. الراجل بتاعنا هيكون مستنيكي كالعاده في المطار ويسهل لك دخولك. ما تنسيش المرحلة اللي جاية دي هتسافري فيها كتير قوي. مارك هينسق مع الجماعة في اليونان عشان ما يأخروكيش. انتي عارفة توحشيني قد ايه. وانت كمان يا بص. وانت تكلم الجماعة في الداخلية وتقول لهم على كام زبطية حشيش كده عشان يتلهوا فيها. انا عايز البودرة والكوك والكيميكال يغطوا السوق كله. عايزين نشتغل يا جماعة. Excellent. Very very excellent Mr. Shaker. اوكي، تقدر تتفضل دلوقتي. ياسمينة عايزك لو سمعتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وطيبين. طيب يا ريس. دي شوية عصاير وسندوتشات ورز بلبن. يعني بصراحة أنا كنت نادر لما ربنا يكرمني كده بولد، يعني أعمل خير لأهل الله. وربنا رزقك بولد؟ لا، اتنين. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الحمد لله. أنت عندك عيال؟ أه الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. أنتوا عندكم يعني ليك زملاء جوه؟ أه ده في ثلاثة جوه. ثلاثة؟ طب أنا عايزك بقى توصل بيهم قوي، عايزك تاكلهم الرز بلبن ده بايدك. عينيا يا باشا. عشان ده انت عارف دي ده نادر يعني. كل سنه وانتم طيبين. امسك مبروك، ربنا يخليك عيالك. اسمك ايه؟ محمد. عاشت لسامع. عاشت لسامع محمد. ربنا يخليك. شرفت يا باشا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هي دي اللوحه. هي. ايوه هي دي يا عم، دي شبه لوحه زهره الارنبيه يا عم. هي دي، انتوا شفتوها معايا على النت يا جدعان. يا جدعان اتاكدوا عشان مشوارنا ما يطلعش على فشوش. يا ماجد انا متاكد، انا متاكد ان اللوحه دي هي دي. طب يا ابني انت لسه، احنا لسه هنتاكد. نسرقها؟ انا هكون حاطين عيني لو مش هي. وطى صوتك. شاهد شاهد يا لؤي. بس ايوه، بس سيبك
دلوقتي سيب الجواز على الارض، سيبه على الارض مش مشكله. ما يمكن الراجل عايز الجواز. كنت فين؟ ايه ده النار؟ انت عملت ايه؟ انقذتك. انت مات؟ مات كيف؟ مات. يلا يهبط ازاي؟ يلا. واحنا معقول يا بص هندي العيال دول 1,000,000 جنيه بعد ما يجيبوا اللوحه؟ لا طبعا مش هنديهم حاجه. طب ما هما كده يا بص مش هيدوك اللوحه. مش مهم، يجيب اللوحه ويشربوا ميتها. لا بقى انا محتاج افهم، طب انت ليه خليتهم من الاول يسرقوها يا بص؟ اللوحة دي أساسا مزيفة. معقول؟ أيوة معقول، بس في واحدة تانية زيها في أمريكا صاحبها مش عارف يبيعها، لأن كل ما يجي يبيعها يقولوا له دي مزيفة والأصلية موجودة في مصر. قلنا بقى إحنا نسرق اللي في المتحف هنا. الله عليك يا بص، كل يوم بنتعلم منك الجديد. اتعلم يا أخويا اتعلم. يا جماعة إحنا كوكلاء نيابة لازم يكون لينا دور في المظاهرات اللي هتحصل. إحنا أكتر ناس عارفين إن في فساد في البلد ومش قادرين نعمل حاجة. الشعب هينزل للشارع بكل طوايفه، واحنا لازم نكون موجودين معاه. ولازم يا جماعه نبقى ايد واحده وننزل كلنا في مسيره واحده، لحسن الامن المركزي يضربونا ولا حاجه. ربنا يستر ويعديه على خير وما يحصلش عنف زي اللي بيحصل في تونس. غالي افتح يا بيت اروق، عندنا معاد على مشغلكم. البيك بوس مش موجود، مسافر بره مصر. ازاي واحنا كنا مكلمينه من كام يوم اصلا؟ سيبوهم يا جدعان، انا بعرف اتصرف مع الاشكال دي. بقول لك يا سماره، الكلام ده تعمله في الصومال عندكم، وانت يا عضله لو على عضلات عندنا رجالتنا مرميه في الجيم للنهار، بس احنا جايين في مصلحه والباشا هو اللي عايزنا. لو عارف انكم ما دخلتوناش هيزعقلكم. مش قال لكم سافر؟ يلا بقى من هنا ما تزقش شيط. بقول لك يلا تعال. تعال يا خالد، بس تعال على اهدى بس، سيبك منه تعال. بعد يدك يا ماجد، جيتتي ملبش مش عارف قتلته كيف. يا ابني انت جاي تفضح من هنا؟ مش عارف قتلته كيف. خلاص خلاص بقى تقتل جوه. تعال تعال. ينفع كده؟ هنسخر بعض قدام الناس؟ ماشي، لما يجي الباشا اقول له طلع السقف خليه يكلمني، هتزعله عهد الله. اللي حصل ده يا ساده معزله امنيه. العيال اللي سرقوا الصوره لازم يتجابوا، العالم كله عرف بالخبر. هيقول علينا ايه؟ الداخليه نايمه على ودانها. يا معالي الباشا، كل البلاد بيحصل فيها سرقات وده شيء في الطبيعه البشريه. يتقاوم يا سياده اللواء، العيال دول لازم يجوا. اسمع يا شريف، انت المسؤول قدامي، تجيب العيال دول في اسرع وقت. حاضر يا فندم. مفهوم؟ تمام يا فندم. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا ست الكل. كلك لقمه بقى قبل ما تنزل الشغل. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت حابل اللي مكتوب في الجورنال؟ بيقولك لوحة أثرية تمنها لا يقل عن 50,000,000 جنيه اتسرقت من متحف في مصر. خبر أبيض، إمتى ده؟ امبارح بالليل. وريني كده. دي القضية دي هتجينا نيابة الجيزة. أيوة، بس على فكرة اللوحة دي فعلا اتسرقت، مش دلوقتي، أيام السبعينات. يعني إيه؟ أنا فاهمك يا حبيبي. زمان كانت طلعت إشاعة إن اللوحة دي اتسرقت واستبدلت بلوحة تانية مزيفة. الجماعة اللي في المتحف خافوا يبلغوا لأحسن يتحبسوا. الموضوع ده اتنشر والناس كلها عرفته. على فكرة بلدنا دي مفيش فيها سر يقعد أكتر من 2 يوم. خبر أبيض. دول كاتبين إن الحرامية ما اتمسكوش. للدرجة دي الحراسة بتبقى ضعيفة على الأماكن الأثرية اللي زي دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دول كاتبين كمان ان عسكري ملوش اي ذنب اتقتل. الله يرحمه الله يرحمه ويرحم امواتنا كلها.
شفت المصيبة اللي حصلت يا خالد؟ شفت موضوع اللوحة ده؟ مين في البلد ما يعرفش موضوع اللوحة؟ كل الجرائد والقنوات الفضائية اتكلمت عليه، اتكلموا عن اللوحة وعن الطريقة العبقرية اللي سرقوا بيها اللوحة. عبقرية ايه يا ابني؟ دي كارثة قومية. ما كل يوم بتتسرق حتة آثار، اشمعنى يعني جمع اللوحة وقعدوا يتكلموا ويعيدوا ويزيدوا؟ ده مال قومي يا خالد، ده مال الشعب ده كله. ايش عرف؟ ما يمكن يعني اللي سرقوا اللوحة دول بيتبرعوا للفقراء واليتامى؟ مش الفقراء واليتامى دول من الشعب؟ خدوا مال الشعب بفرجوه على الشعب. مش هي دي العدالة الاجتماعية اللي انت قلت لي عليها؟ انت فهمت كلامي كله غلط يا ابني. انا لما كنت بتكلم عن العدالة في توزيع الثروات مش هو ده اللي قصده خالص. مش معناه ان الفقراء يروحوا يسرقوا من الاغنياء، دي مهما كان اسمها سرقة مخالفة للقانون ومخالفة لأي شريعة في كل الأديان. سنة سوف، معنى كده أنا كنت فاهم كل كلامك غلط. في ايه خالد؟ انت فيك حاجة غريبة شوية. ها؟ لا لا، أنا بس حزين على اللوحة زي كل الشعب ما حزين على اللوحة. يعني ما فيش حاجة مخبية عليا؟ لا والله. اصحى يا لولو، يا لولو اصحى يا روح الروح. بس بس اصحى بقى يا حبيبي يلا. ايه عايزه ايه؟ عاوزه فلوس. محفظه عندك؟ خدي خدي منها اللي يكفيك وسيبيني انام. لا ده انا عاوزه فلوس، فلوس كتير لابويا. ايه انا عايزه كام يعني؟ المسكين الغلبان محتاج يعمل حاجه كده اسمها دعامه، محتاج يعني كده هن بتاع 10000 جنيه. 10000 ايه؟ 3000 جنيه مش فاكره بالظبط. ما انت عارف ان انا معيش فلوس، اجيب لك منين يعني؟ هي المصلحه بتاعت اللوحه دي ما تسلكتش؟ لا ما تسلكتش. طب يا حبيبي ما تزعلش نفسك قوي كده. طيب انا هقوم بقى اتكل على بيتنا لحسن اني مفروض خلصت ميعاد الشغل. ميعاد شغل ايه؟ يوه، هو انا ما قلتلكش المفروض اني مفهماهم اني بشتغل ممرضه قد الدنيا في المستشفى؟ لا حكيمة يا بت، والله طلعت دماغ وانا ما اعرفش. ماشي، طب قومي حضري الفطار وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. من عينيا يا روح الروح. جري شويه جري شويه. استنى استنى، ارجع ارجع ورا شويه، اقف قدام الواد ده. ايوه بس حبيب قلبي وقعت ولا حدش سمع عليكم. اقفل اقفل اقفل. فطار فلوس يا فندم. عز المعرفه وحياتك. بقول لك ايه، عايزك تجهز لي قوه حالا دلوقتي لحد ما اروح لسياده اللواء عشان اخد اذن النيابه بالقبض عليهم. تمام يا فندم. ايه دي يا فريده؟ ايه دي يا حبيبتي؟ مش معقول كده كل يوم دموع من ساعه ما جه لؤي. يا ريته ما جاش، يا ريتني ما خلفتوش اساسا. حرام عليكي ما تقوليش كده، ده نعمه. وانا ربنا ما انعمش عليا بخلفه، كان نفسي يبقى عندي ولد من صلبي. هيفيد بايه؟ ها؟ لو ولد عاق زي ده هيفيد بايه؟ بالعكس ده هيضر اهله وهيجيب لهم العار. قول لي يا فؤاد، هو احنا قصرنا معاه عشان يطلع كده؟ قول لي يا فؤاد. صراحه قصرته، الولد ده كانت كل طلباته مجابه والدل على اخر، ومع فلوس ما بتخلص ملهاش اخر، وفي نفس الوقت مفيش عين عليه تراقبه وتوجهه، يعني لازم يفسد. يعني من الاخر بقيت انا الغلطانه؟ مش قصدي، انا قصدي ان الولاد في السن ده بيجوا في مرحله حرجه محتاجين لعين تراقبهم وتوجههم للصح.